السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. لأول مرة من فترة طويلة بنشوف الرئيس يطلع يتكلم مرتين ورا بعض، يعني يوم في حديث في افتتاح وبعدين يوم آخر في افتتاح حاجة أخرى. اليوم الأول اتكلم في محطة أو افتتاح محطة قطارات الصعيد اللي هي بشتيل، واتكلم على طبعا الكلام اللي الناس بتقوله أنه المشاريع القومية وإنشاء هذه المشاريع كبدت البلد خسائر فادحة وتسببت في أنه يعني الأسعار ترتفع، وأنه لو المشاريع دي ما كانتش أنجزت وتمت كان الفلوس بتاعتها هنوفرها ونعمل بيها حاجات أو نجيب بها أكل وشرب. طبعا الرئيس اتكلم على فكرة أنه السبب الرئيس للي بيحصل وفكرة يعني انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار هو استيراد أمور وأشياء إحنا مش بنصنعها محليا. يعني قالك تعال نبص للبند رقم 16، شوية جداول كده حطتهم على الشاشة قدامه، وفي بند رقم 16 فلقى انه العطور ومزيلات العرق اللي تم استيرادها خلال اخر كام سنة بتكلم في 440 مليون دولار. طيب السؤال، ليه احنا ما نصنعش العطور وليه ما نصنعش مزيلات العرق وماء التواليت؟ اتكلم على مستحضرات تجميل استوردناها ب 500 مليون دولار، دي ما تسببش ازمة؟ اكيد تسبب ازمة. اتكلم على ان احنا استوردنا حقائب يد ب 200 مليون دولار، فطبعا رقم كبير مقابل حاجة نقدر نصنعها هنا في مصر. اتكلم على الشوكولاتة ب 400 مليون دولار، واتكلم على السيراميك ب 235 مليون، وبعدين بيقول لك الناس بتلومني وتقول لي ليه الدولار غالي، وطبعا قال لك حتى ما بقولش ان احنا نقفل البلد، لكن انا بتكلم على ورق الفويل ب 500 مليون دولار، بنستورد ورق فويل بالرقم ده، وبعدين بنستورد جبنة ب 200 مليون دولار، وجاب ارقام كتيرة جدا تحدث على انه المشاريع القومية ليست السبب الرئيس في انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. اضاف كمان انه قيمة الدولار نفسه انخفضت. يعني ايه حضرات؟ يعني الفريق كامل لما سمعته هو بتكلم قال لك مثلا لو انت بتجيب جرارات او بتجيب معدات، المعدة اللي كان تمنها 2 مليون دولار من سنة 2000 او قبل 2020 النهاردة تمنها 4.25 مليون دولار، يعني قيمتها تضاعفت. فحصل تضخم مش بس في الجنيه، الدولار نفسه حصل فيه ايضا تضخم في اسعار اشياء كتيرة جدا كانت قيمتها قبل الحروب الحالية اقل بكتير من قيمتها بعد هذه الحروب. الخلاصة الراجل قال لك احنا ما فيش حل امامنا غير التصدير. اما ان حضرتك تكلمنا عن المشاريع القومية ويكون هناك هذه المشاريع اللي بتحل ازمة وانا ما فيش سبيل قدامي مع زيادة عدد السكان غير ان انا انشئ مثل هذه المشاريع. يعني النهاردة لما حضرتك تبص مثلا على الاسكان اللي بيقدم، الشقق اللي بتتعمل في البلد وحجم الانشاءات المدن الجديدة، وتجد رغم كل ده العدد مش مكفي. يعني رغم الاعلانات اللي بتنزل كل شوية من الاسكان ومن اماكن اخرى العدد ده مش بيكفي الناس والطلب عليها. فده طبعا المفروض ان هو مشاريع ايضا بتنشأ تبع الاسكان. الطرق اللي بتؤدي لهذه المشاريع ايضا هي طرق جديدة، والطرق اللي داخل الاقاليم سواء انا بتكلم على الطرق اللي تم تجديدها في حياة كريمة او الطرق الجديدة اللي اتعملت ليه 7000 كيلومتر طرق جديدة، ده برضو كانت مشاريع جديدة وكان لابد منها. النهاردة عدد المركبات زاد بشكل فائق عن الحد، وده طبعا بيتطلب ان انت تزود الطرق اللي بتمشي عليها هذه المركبات، وإلا صاحب المركبة ده هيعاني عشان يصل لوجهته وتصبح المركبة من غير طريق كأن انت معاك حاجة ملهاش اي لازمة. المهم ان احنا بنتكلم على امور حصلت ومستجدات في افتتاح طبعا محطة بشتيل، والحديث عن القطار اللي أيضا تم إيصاله بشرق قناة السويس وبيدخل مرحلة جديدة وبيبدأ يصل لمدينة بئر العبد. لكن أنا هنا بلفت الانتباه لحاجة مهمة جدا، إن الحكومة المصرية علينا أن احنا نجعل هذا القطار يمشي من إسماعيلية، لأن الخبر اللي عندي أن القطر ده بيمشي حضرتك بتعدي مركب أو معدية اللي هي معدية الأنطرة وتركب القطر من الأنطرة شرق. فأنا بطالب أنه القطر أهميته أن حضرتك تركبه من القاهرة تروح بئر العبد على طول توصل لعريش فيما بعد. يعني ما هو لازمته ايه لو انت هتنزل تركب معدية وتعدي وبعدين تركب قطر؟ ملهاش اهمية. القطر مسته وحلاوته في ان انت تركب من اسماعيلية مباشر او من القاهرة مباشر، او تركب من القاهرة تنزل اسماعيلية وتغير قطر بئر العبد في نفس محطة القطر، حتى الناس تحس بجمال وحلاوة كوبري الفردان، لانه اصبح اتنين كوبري وبيعدي على اتنين قناة مش قناة واحدة. المهم الحديث التاني للرئيس اتكلم عن المية وعن نهر النيل وعن الندرة المائية اللي بتتعرض لها مصر. والحقيقة أنا هنا بشير لحاجة مهمة جدا يا حضرات، اللي أنا قلته قبل كلام الرئيس بيوم واحد، يعني أنا قلت الكلام ده قبل ما يقول بيوم واحد.
حصل من مصر مشاريع 1 2 3 في دولة كذا ودولة كذا ودولة كذا، واللي متابع القناة عندنا هيقول ان احنا قلنا الكلام ده. ابص الاقي الكلام نفسه بيقوله الرئيس بعدها بيوم، فده معناه ان احنا ماشيين بنقول الكلام بمنتهى الدقة والمصداقية. انا بنقل الكلام، الكلام بتسمع، والكلام اللي بتسمع بيتقال. يعني انت حضرتك راجع القناة عندنا وشوفوا اللي احنا بنقوله، بنقول بالتاريخ ده الكلام بتقال تاني يوم بنفس الكلام اللي احنا قلناه، مشاريع مقاومة الحشائش ومشاريع انشاء او حفر الابار، ومشاريع ايضا السدود اللي هي بتخزن مياه الامطار، والمشاريع اللي انت بتعملها في القارة السمراء. لكن الرئيس اتكلم على مسألة نهر النيل، واكد انه بلاده بتضع المياه على رأس اولوياتها، وقال لك انه نهر النيل بالنسبة للشعب المصري هو حياة، هو بقاء، مش مجرد حاجة عادية. النهر بالنسبة لنا بدونه مفيش حياة ولا بقاء. 98% من الموارد المائية عندنا من نهر النيل. وقال لك كمان ده في خلال افتتاح النسخة السابعة من اسبوع القاهرة للمياه، اللي صمم الرئيس على انه الاسبوع يتم، ومصر النهاردة رئيس وزراء الدول اللي هي يعني مثلا دوريا بتنقل رئاسة وزراء المياه ما بين دول القارة، مصر رئيس وزراء هذه الدورة. فقال لك انه الحفاظ على هذا المورد الحيوي مسألة وجود، بتتطلب التزام سياسي، كل دولة عليها التزام سياسي، وايضا تتطلب جهد دبلوماسي، التزام سياسي دؤوب، جهد دبلوماسي، تعاون مع الدول الشقيقة لتحقيق الاهداف المشتركة. اضاف كمان الى انه زيادة دعمه لجهود الدول الافريقية في مجال ادارة الموارد المائية، توفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج التي تهدف لتحقيق الامن المائي والتنمية ونشر السلام في القارة. وقال لك كمان ان في التزام مصري عميق بهويتها الافريقية. حتى انا استغربت من حاجة، لان الرئيس اتكلم على المشاريع اللي انا قلتها لحضراتكم، واتكلم على ان مصر تقريبا كده بتمول المشاريع دي تمويل ذاتي من عندها، على العالم انه يتحمل ده ويساعد في تمويل مثل هذه المشاريع. لكن الكلام اللي اتقال كله لم يتطرق فيه الرئيس لذكر اسم اثيوبيا، وده امر ايضا احنا بنبص له بنظرة ان احنا طبعا هناك اجراءات بتتخذ. الاجراءات دي هو مش هيذكر كل شوية ان اثيوبيا عملت، اثيوبيا ودت سوت، لكن هو قال ان في مشاريع ضخمة بتبنى على الانهار الدولية، ودي طبعا اعمال صناعية بشرية بتعرقل وصول المال دول اخرى. لكن طبعا ما قالش اسم ان اثيوبيا عملت المشروع ده على نهر النيل فضرت مصر، لكن هو بيقصد انه هناك دول بتعمل كده، يعني مش اثيوبيا لوحدها اللي عملت كده، في دول كتير عملت كده، وفي دول اتعمل ده وبقت ضحية ومستمر على ده بقالها عشرات السنين او سنين قليلة حتى ومستمر في ده. فاحنا في مرحلة اختبار، احنا الامر ده هيمر علينا، هنستحمله، هنعديه، مش هنعديه. بنبدأ النهاردة بيحصل توترات جديدة، وانت النهاردة دخلت في الصومال وموجود في الصومال بشكل عسكري رسمي، وطبعا ده بيغير شكل التحالفات الجديدة، لانه في دول اخرى النهاردة مغتاظة من وجودك في الصومال. يعني انا بسمع لاول مرة ان في دولة زي اوغندا بتقول اشمعنى مصر جاية تظهر النهاردة في الصومال، كانت فين مصر من قبل كده، ما سر وجود مصر في الصومال؟ ده اوغندا اللي بتقول على لسان وزير الدولة لشؤون الخارجية الاوغندي. فده ايضا بيلفت الانتباه انه في تشكيل تحالفات جديدة في المنطقة، تحالفت مع اريتريا والصومال، هناك تحالفات اخرى هتظهر، دول هتروح تصطف مع اثيوبيا، ودورك هنا ان انت بتكسر هذه التحالفات. يعني حمدتي مثلا كان المفروض انه مدعوم شوية من اثيوبيا، فالنهاردة انت كسرت ده، فاصبحت انت الجيش السوداني محسوب عليك، فتيجي السودان كدولة تكون معاك في مواقفك وسياساتك عشان تكونوا صف واحد، لانه ضعف السودان اضعفك دبلوماسيا في مسألة مفاوضات حوض النيل، وحتى اوقف المفاوضات اللي هي توقفت من ديسمبر الماضي. نتمنى طبعا ان احنا تحل الازمات، لكن انا زي بقولك الازمات في المنطقة كتير جدا، والامور مشتعلة في كل الاتجاهات، في الشمال، في الشمال الشرقي، في الغرب، في الجنوب، كل ده بيتطلب ان احنا نكون فاهمين التحديات وعارفين ان احنا في ازمات. رئيس الوزراء المصري نفسه اعلن انه مصر هتدخل على اقتصاد حرب، وقال كده تحديدا في كلماته اللي هي بتسجل او بتنقل كل يوم اربع، انه لو الامور ما استقرتش ولو حصل تصعيد في المنطقة فان احنا هندخل على اقتصاد حرب. يعني اقتصاد حرب يعني فكرة الرفاهية واتاحة الموارد بالشكل المعتاد مش هتكون موجودة بسبب الظروف والمتغيرات الجديدة. نتمنى ان احنا ما ندخلش على هذه المرحلة، ان احنا نكون في وضع افضل. عشان كده هتجد ان مصر بتنقى بنفسها على الدخول في صراعات عشان المواطن المصري ما يدخلش في معاناة ويحصل اللي بنشوفه في دول اخرى. ربنا يحفظ مصر، بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.